بسم الله، ان شاء الله هنتكلم النهارده على لغه البايثون. لغه البايثون وبايثون يعني تعبان. اللغه سهله جدا ومرنه وقريبه من طريقتنا في التفكير، او حتى الصياغه بتاعتها قريبه من اللي احنا متعودين عليه. يعني مثلا بتيجي تجمع رقمين بتقول له مثلا اجمع الاول زائد الثاني اكس زائد واي، فبتلاقيها سهله ومنطقيه عكس اللغات التانية. يعني مثلا لغة الذكاء الصناعي كان أوتوليزم، لما كنت بتعلمها تلاقي العلامة الأول و تلاقي طريقة تفكير مختلفة تماما، تلاقي في تعيد شوية. إنما البيسم بتلاقيها سهلة ومباشرة وهتلاقيها إن شاء الله كويسة. طب يعني إيه برنامج؟ برنامج يعني أنا بقول له أدي مهام معينة. أول ما أقول لك حاجة معينة يعني بتخلي الكمبيوتر يتفاعل معاك، تمام؟ بدل ما بتخش في الواجهة المرئية بتاعت الويندوز، لا ده انا بتعامل معاه مثلا عن طريق ان انا اديله اوردرات مكتوبة، ساعات بتبقى اسهل بكتير، تمام؟ يعني بدل مثلا ما تقعد تكرر امر كذا مرة، لا ممكن تقول له اعمل لي كذا كذا كذا. يعني مثلا خلينا نقول ان احنا نرسم مستطيل في اي برنامج، وعليكم مثلا اوتوكاد، فوتوشوب، الرسام، فعايز ترسم 100 مستطيل بشكل معين بمسافة معينة، ممكن تعمل برنامج يعمل لك الموضوع ده، تكتب 3 4 سطور يخلص لك الموضوع. كنت شغال في شركة وجات لنا لوحة كبيرة جدا جدا، تمام؟ وكل الوحدات اللي فيها بالوحدة الأمريكاني، فعايزين نحولها للوحدة البريطاني. إن أنت تمسك رقم وتاخد الرقم وتعمله في الحاسبة وتاخد الرقم تاني وترجعه، هياخد منك وقت. فأنا كنت لقيت لسبة كده، قعدت أعدل فيه شوية حاجات بسيطة، راح عمل لي الموضوع دوت. بياخد الرقم يروح هو ضربه في التحويل، ولكن مثلا من سنتي لبوصة مثلا، فيضرب في كذا، فالرقم ده اديته له وهو يضرب الارقام اللي موجوده في قلب اللوحه، فوفر عليه وقت كتير جدا جدا جدا. فلما تتعلم لغه برمجه كويسه مع البرنامج بتاعك بتسهل عليك كتير، تمام؟ ولغه البايثون من البرامج اللي هي منتشره جدا على مستوى العالم وبتشتغل مع برامج كتيره. هي لغه اوبن سورس، فتلاقيها بتشتغل مثلا مع البلندر، وبتشتغل مع الجيم، بتشتغل مع المويه، بتشتغل مع لغات كتيرة جدا، تمام؟ طيب عشان نبدأ، وأثناء ما احنا شغالين هنبدأ نتكلم على موضوع البرمجة. هدخل على موقع البيسون، تمام؟ اهو ده مجاني، محدش يقعد يقول لي أنا عايز كراك ومش كراك، من أنه هو أصلا ما بيطلبش منك كراك. أنا ساعات بحط برامج أوبن سورس ولا ناس تقول لي كراك، كراك إيه بس مش عارف، تمام؟ فهو بيقول لك أنت هتشتغل على الويندوز ولا هتشتغل على إيه بالظبط؟ أقول له أنا هشتغل، نزل لي داونلود بيسون 3.4، تمام؟ ده آخر إصدار موجود، تمام؟ طيب انا عندي مسطبه، فهقول له افتح لي البايثون، تمام؟ عندي الكوماند لاين والجي يو اي جرافيك يوزر انترفيس اجمل شويه او ابسط شويه، تمام؟ ادي هو البايثون. طبعا هتعرف عليه واحده واحده، تمام؟ طيب انا بتكلم عربي، فهقول له عامل، او مش قادر افهم عامل ايه، تمام؟ قال لي سينتاكس ايرور، يعني انا مش فاهم انت بتقول لي ايه، انت مش فاهمني ليه. برضه بيقول لي انا مش عارف ايه اللي انت بتقوله دوت، انت غبي ولا ايه يا عم؟ لا مش غبي، بس انا بكلمك هو عربي اهو، فبنكلمك انجليزي. هاو ار يو، بيقول لي مش فاهم حاجه، تمام؟ عامله زي ايه؟ كأنك انت رحت كوكب فضائي فعمال تكلمهم عربي فما بيردوش عليك، فبتكلمهم هندي ما بيردوش عليك، تكلمهم كل ما تكلمهم لغة يعني، ففي سوء تواصل. حاول تكلمهم لغة تانية، تكلمهم فلبيني مثلا، كوم أصدقاء ممكن يفهموا منك، ممكن تكلمهم أردو، كيسة هيبة هاي، ممكن يعني ايه تبدأوا ايه تتفاهموا مع بعض، تمام؟ فهي الفكره كلها ان انت لازم عشان تتعامل مع البرنامج دوت تكلمه بلغته، تمام؟ يعني تخيل مثلا ان انت عندك كلب، فهتقعد تقول له عامل ايه وبتاع مش هيفهم، لازم تقول له هاو 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 هاو، فلما تهوهو له هو يعني ايه هيتجاوب معاك، تمام؟ او عيل صغير تبدا بقى ايه تكلمه كده الكلام بتاعه كده، فيبدا هو يفهم معاك، تمام؟ طيب خلينا نبدا نشوف صيغه نبدا نحاول نفهم معاه. اقول له مثلا برنت، وافتح قوسين، لازم افتح قوسين، تمام؟ واكتب هنا اي كلمه انا عايزها، تمام؟ هي دي الصيغه بتاعت ان انا اقول له اكتب لي حاجه، اكتب برنت وافتح قوسين
لو هي كلام عايز نفسي ينقله من غير ما اغير فيه احطه بين قوسين، واقول له ايه في حاجه كده لازم اي لغه برمجه بتكتبها لازم تبدا بالجمله دي، تمام حاجه كده يعني لو ما كتبتهاش ممكن تتهم بالالحاد والزندقه وانت كفرت باللغه بتاعتنا وبتاع، اللي هي ايه هلو وورلد، تمام واروح داس انتر كتب لي ايه هلو وورلد، ايه ده ما جابليش رساله خطا، ايه ده بدانا هو نفهم مع بعض ونبدا نتكلم وشكلنا ايه هناخد البرنامج البايثون دوت ونطلع على القهوه نقعد ايه نشرب فنجانين شاي كده، تمام الموضوع بسيط هو تمام. طيب ممكن اقول له ايه اكس بتساوي 3 واقول له انتر، اتقبل الامر وما اعترضش، معلش انت انا مش فاهم حاجه بس ما ادانيش حاجه خالص، ليه هو كده عمل ايه عمل متغير او حط ان عنده معلومه ان اكس بتساوي 3، تمام فلو انا سالته بعد كده الاكس بكام هيقول لي الاكس ب3. الكمبيوتر بيعمل حاجتين بس، ان هو بيعمل حساب عمليات حسابيه تمام، وان هو يخزن المعلومه كل اللي انت يعني الالعاب والجرافيك كل ده عمليات حسابيه، وان هو خزن المعلومه، هو كده خزن المعلومه اللي هي اكس بيساوي 3 تمام. طيب عايز اقول له اطبعها لي، اقول له برنت تمام وافتح قوسين واقول له اكس واقول له انتر كتب لي 3 تمام. في اللغات الثانيه لازم اقول له ايه النوع المتغير ايه، يعني في الفيجوال بيزك لازم اقول له انتجر اكس بيساوي 3 واروح ايه مديس له انتر، هنا لا هو المتغير بيبقى لاي حاجه انت تديها له تمام. في السي شارب كان لازم تحط سيمي كولن في اخر كل جمله، لو ما حطيتهاش بيعتبر انت بتشتمه تمام. فهنا لا هنا اللغه سهله جدا على طول بتكتب اكس بيساوي 3 وهو بيقبلها على طول. طيب خلينا نكتب برنت تمام وافتح قوسين تمام واقول له اكس في 4 ادوس له انتر، قال لي ايه 12، خد الاكس اللي هي 3 وضربها في 4 قال لي 12 تمام. طيب اقول له ايه برنت وافتح قوسين واقول له ايه اكس تمام، او اقول له ايه افتح قوسين كده واقول له اكس، ما دام انت حطيتها بين قوسين يبقى هو ملوش دعوه باللي جواها، يبقى كده الاكس دي بقت كلمه بقت هي الاكس ملوش دعوه الاكس دي بيساوي كام، بقى عنده ان اكس ده هو حرف الاكس، الحاجه اللي بين قوسين ده نص هكتبه زي ما هو مش عدل فيه تمام، واقول له ايه اضرب لي النص ده تمام في 3 وروح داس انتر كتب اكس 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 اكس، يعني لو انا جيت هنا قلت له برنت وفتحت قوسين وعملت الاثنين دول وقلت له قمر ومسافه مسافه عشان قمر مسافه قمر مسافه قلت له اضربها لي في 9 تمام، جاب لي رساله خطا، ايه هي بقى؟ اه انا قلت له زائد، انا دوست زائد، اقول له برنت افتح قوسين اقول له ايه او هو معتمد على عمر خلاها علي يا عم مش مشكله علي في 9 تمام، وروح داس انتر علي 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 تمام. فزي ما انت شايف هي لغه سهله، تقدر بعد كده مثلا تكتب جمله معينه، تكون مثلا عايز تعرف ايه الملفات اللي مساحتها كبيره عندك، فتقول له تخش دور لي في كل الملفات اللي عندي في الويندوز هات لي الملفات الكبيره تمام. وطبعا مش هي دي البرنامج الوحيد اللي ممكن تكتب فيه الجمل دي، لا في برامج تانية ده بس لازم تطبقه الاول عشان تتعامل مع البايثون لو انت شغال على الويندوز، لو شغال على لينكس هو بيبقى موجود جاهز تمام. ممكن نخش على ايه في موقع لذيذ قوي نوت باد بلس بلس تمام، ده محرر شكله شيك وفيه شويه اوامر وبيعمل شغل لغات كتيره جدا اهوت تمام، اللغات اللي فيه لا تعد ولا تحصر تمام، تحس الناس فاضيه او كل واحد فاضي بيعمل لغه برمجه تمام. ممكن اقول له ايه اعمل لي ملف جديد تمام، انا بكتب دلوقتي بس هو مش متعرف على ايه لغه البرمجه اللي انا بكتبها دي تمام، لانه امر برنت تقريبا موجود في كل لغات البرمجه تمام. ممكن اجي هنا اقول لانجويج انا هشغل بايثون تمام، البايثون اخر واحد تمام، مش عشان هي وحشه عشان بي واي تاني حرف على طول تمام، هقول له سيف واقول له سيف لي، هو اوتوماتيك فهم ان هي بي واي تمام، دي كل لغات البرمجه اللي انت بتاعتها هو بي واي ده اول حرفين من البيس يعني مش اختراع تمام. هقول له مثلا خليها
نيو 2، كان في نيو 1 زمان فخلاها نيو 2 سيف. ده ملف احنا عملناه، بتلاقي هنا بعض المزايا، سواء اشتغلت على دوت او اشتغلت على الملف الاساسي اللي احنا كنا بنشتغل بيه، مفيش اي مشكله خالص. المهم بس ان احنا نكلمه بلغته، تمام كده انت بدات تقرب من لغه الكمبيوتر، وبدات خلاص دخلت جوه الكمبيوتر نفسه، وبقيت صحاب، وبقيت ايه تكلمه بلغته، كان مثلا معاك واحد بيتكلم مثلا الماني، فانت اتعلمت الماني وبدات تدردش معاه بالالماني، هتحبوا بعض اكتر بقى، هتاخدوا بعض على الحب، تصوروا مع بعض وتتكلموا مع بعض والحاجات دي كلها. تمام ان شاء الله المرات الجايه هتلاقي الموضوع سهل وبسيط، ونبدا نشوف شويه العاب لذيذه، لان هو البرنامج ممتع ان انت تعمل حاجه بايديك، كرييت اني ثينج، ممكن تعمل تجيب هاردوير وتبرمجه انت من اول وجديد، الموضوع بسيط ما فيهوش اي تعقيد خالص، وان شاء الله ربنا يكرم اخوك.